نروح لسالة حامد ولقاء مع مستر أجوستي بوش. اتفضل يا سالة. برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لحضرتك وببارك لكل جمهور النادي الاهلي. بطوله مهمه، بطوله يعني مهمه طبعا في توقيت مهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي لكره السله طبعا قبل المشاركه في بطوله افريقيا الفتره القادمه. ويمكن معي يعني خلينا نقول رجل المباراه، ذا مان اوف ذا ماتش، مستر اوجستي ذا هيد كوتش اوف كورس فور الاهلي فانز باسكتبول تيم. اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند تيل يو كونجراتوليشنز فور today's cup, the championship, the Egyptian cup. Congratulations, Mr. Augusti. Thank you very much. Thank you. Mr. Augusti, of course, we want to talk about today's match. How did you see the performance of the players today in today's match against the Malik? Well, it was a very hard fought game, like a lot of tensions and a lot of intensity. I think that overall our first half was not so good. We were not playing a final, you know. But I think after halftime, the players understood the meaning of every action, and we played much better defense in the second half, rebounded much better. So overall, it was not a great basketball game in terms of quality of basketball, but at the end, we got the win, which is important for us. طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بكلمه وبساله عن مباراه اليوم، شايف المباراه ازاي؟ واكيد قبليها باركت له وطبعا بيبارك لكل جماهير النادي الاهلي، وشايف المباراه اليوم كانت صعبه ومباراه مثيره يعني بالنسبه للفريقين. يمكن قال ان في الكوارتر الاولاني والثاني كان الاداء يعني مش جيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ولكن بعد كده رجعنا في الكوارتر الثالث والرابع، ويعني يمكن كان وصف يعني الاول كوارتر وثاني كوارتر ان هم مش بيلعبوا اكنهم مباراه نهائيه، كانت اكنها زي اي مباراه، ولكن بعد كده رجع جميع لاعبي النادي الاهلي في الكوارتر الثالث والرابع وقدروا ان هم يتفوقوا على نادي الزمالك. مستر اوجستي، اوف كورس توديز بيرفورمانس اند توديز وينينج ذا ايجيبشن كاب ذا سكند تشامبيونشيب ذيس سيزون جيفز يو اور موتيفيز يو فيري جريت بيفور بارتيسيبيتينج ان ذا بال ذا افريكان ليج. اوف كورس وي هاف بيج تشالنجز اهيد، وي هاف ذا بال اند وي هاف ذا فاينل اوف ذا ليج اوف ذا سوبر ليج، اند ذيس تيم از اولويز تراينج تو دو هيز بيست تو وين ذا جيم every single game that we play, and of course when the games are meaningful like these championship games even more. I think we have big challenges for sure. This win will help us to have more confidence. Yeah, concentrating very much and participating very well. Again, participating or practicing very well and also concentrating in each match. Yeah, that's what we do. We take it step by step. We give importance to every game we play, and hopefully at the end we got this championship. I want to thank all our Ahly fans, that's for sure, first and foremost. They gave us a lot of support. They gave us a push in the second half, and also want to thank our board for the support coming here, sending the fans here. I'm really, really happy for being in Ahly. So you can say a word to all Ahly fans in Arabic language? Yeah, I'm not sure, but Mabruk, of course, Mabruk to all Ahly fans. Thank you, Mr. Augusti, and congratulations again. Thank you very much. Thank you. طبعا ده كان لقائنا يا كابتن هيثم مع مستر اوجستي، طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. يمكن كلمته في العديد من الامور المتعلقه بالمباراه، كلمته ان النهارده ان شاء الله يعني الفوز ده هيديهم يعني حافز كبير جدا قبل المشاركه في بطوله افريقيا، ويمكن اكد ده على كلامي انه بينتظر يعني فريق كره السله الكثير من التحديات الفتره القادمه، وهو شايف انه مباراه النهارده هتديهم حافز كبير جدا قبل المواجهات دي بالاخص يعني المواجهات كلها في بطوله افريقيا. كمان يعني اتكلم عن جمهور النادي الاهلي وشكر يعني جميع جمهور النادي الاهلي كان حاضر النهارده في المباراه، كمان شكر يعني الجميع الحضور ومنهم مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، شكر الجميع وكان مبسوط ان هو متواجد وقال ان هو محظوظ يعني ان هو في النادي الاهلي ومحظوظ بجميع جمهور النادي الاهلي، واكيد شكرهم يعني يعني باللغه العربيه، قال مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. يعني ده كان لقائنا يا كابتن هيثم مع مستر اوجستي بوش، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا، تفضل. سالة حامد بشكرك شكرا جزيلا. واضح جدا سعاده مستر اوجستي بوش، واضح ان هذه البطوله تعني الكثير له بعد موسم طويل، خاصه زي ما قال ضيوفي في الاستوديو التحليلي وهي قبل الباسكت بول افريكان ليج، فكان مهم جدا الفرقه تبقى معنوياتها عاليه.